البنية الاجتماعية وبالمظاهر البنية الاجتماعية مثل ما تختار لهم غير المكان الاجتماعي. طرحت أولية معناها هذه الخطوة. المحاضرة ديال اليوم أظن أن الهدف اللي كنا اتفقنا عليه هو أن نختار بعض المقتربات اللي ما تعرفش عليها بزاف في الكلية، ما كتضرش حتى في الكلية. فمن بين الانتقادات اللي وجهناها لعدد كبير من المحطات ديال اصلاح ديال التعليم الجامعي، ان ما كاينش علم اجتماع القانون او سوسيولوجيا ديال القانون، ما كايناش انثروبولوجيا ديال القانون، والفلسفه ديال القانون كتقرا ربما في السلك الثالث. فاحنا كنظنوا ان القانون هو ظاهره معقده، ممكن ان تكون هناك مقتربات كثيره، ماشي فقط المقتربات القانونيه نسميها الضيقة بين المزدوجتين، ولكن ماذا يمكن لعالم الاجتماع أن يضيف، ماذا للأنثروبولوجي أن يضيف، ماذا للاقتصادي أيضا أن يضيف، وماذا أيضا للغوي، لأن القانون راه لغة أيضا، إما بالعربية إما بالفرنسية إما بأي لغة. فكنحاولوا أن المقتربات تكون مقتربات على الأقل متعددة ومتكاملة. اقترحت انثروبولوجيا القانون كعلم مساعد لطلبة القانون أو لطلبة علم السياسة. نحن لسنا بصدد تخصص، لأن كاين أقسام وشعب ديال الانثروبولوجيا، هذو متخصصين في تكوين الانثروبولوجي، ولكن حتى بالنسبة للعلوم الأخرى تكون حتى العلوم الحقة من الانثروبولوجي عندهم يقول فيها. فعلى الفيزياء ربما انا ما عنديش درايه بها، ولكن كاين اصدقاء وزملاء انثروبولوجي اللي ممكن يتكلموا على انثروبولوجيا في الفيزياء، في الكيمياء، اشنو هو مختبر، كيف يمكن ان ندبر مختبر الى اخره. بالنسبه للصحه نفس الشيء، انا اشتغلت على تمثلات المرض، ما كتكلمش مع ناس اللي عندهم نفس التمثلات. انت يا طبيب عندك تمثلات ديال المرض اللي هي تمثلات طبيه علميه الى اخره، ولكن راه حداك الناس اللي كيفكروا في السيده بشيء اخر، كيفكروا في كورونا بشيء اخر. فكيف ممكن الانثروبولوجي ان يضيف لهذه العلوم؟ ممكن نتكلم على الهندسه، المهندس المعماري، المجالات، هناك انثروبولوجيا ديال المجال الى اخره. فهذا هو المبتغى من هذا الفضاء، هذا ان يكون فيه نقاش متعدد التخصصات، ان نخرجوا باش على الاقل الطالب الا ما تعطاتوش الفرصه باش يتبع انثروبولوجيا القانون في درس من الدروس، على الاقل تكون هذه الفضاءات هذه يجي يتصنت ويتعلم، وربما ممكن توحي ليه بمواضيع ديال البحث في السلك الثالث او في الدكتور. احنا جرات العدب في هذا المركز روابط، مركز الابحاث روابط، اننا نستقبلوا بعض المتدخلين في الميدان الاقتصادي الاجتماعي والقانوني. واليوم عندنا واحد اللقاء مع استاذ رشيق اللي هو استاذ من الكليه ولكن اختصاصي في علم الانثروبولوجيا. غيتسالوا بعض الناس علاش الانثروبولوجيا في كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه. اليوم كل هالعلوم مترابطه، وان الانسان يبقى يدير محاضرات غير في الحق المعرفي ديالو كيبعد على الواقع، خصو لان العلوم كلها مرتبطه. الا خدينا دابا ميدان لونفيرونمون، البيئه عندها يمكن لهم يتدخلوا فيها الناس ديال العلوم البحثه، يمكن لهم يدخلوا فيها الناس القانون لانها خص قانون البيئه، يمكن لهم يدخلوا فيها الناس الاقتصاد، يدخلوا فيها الناس ديال التدبير. علاش؟ لانه نعرفوا شحال غيطيح علينا الا كان بغينا نحسنوا البيئه ديالنا، شحال غيطيح علينا، والا خليناها كما هي شحال هو الكلفه ديالها في المستقبل، لانه غيبانش الكلفه ديالها دابا، غتبان من بعد 10 سنين 15 عام. شوف غير البلاستيك شنو دار في العالم كله من 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 مسائل سيئه لا الانسان ولا الحيوان ولا هذا. فهذا هو الهدف من هذا اللقاء اليوم، هو انا قلت لك نحاولوا نديروا الترابط
ولا ارتباط بين نفس عده علوم وحقول معرفيه اللي كاينه في العالم. هذا هو الهدف من هذا الشيء. يعني هذا اللقاء يعني محاضره انثروبولوجيا القانون التي يؤطرها الاستاذ حسن رشيق، يعني انثروبولوجي واستاذ باحث مغربي معروف، تاتي في سياق انفتاح الجامعه المغربيه عامه وجامعه الحسن الثاني ومن خلالها كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه الشق دار البيضاء على مجموعه من الطاقات العلميه والمعرفيه كالاستاذ حسن رشيق، الذي جاوز طبعا بين يعني العلم ما هو نظري ما هو مفاهيمي وبين الجانب الميداني، بمعنى ان الاستاذ يعني كان باحث ميداني متمرس من خلال قيامه بمجموعه من الدراسات الانثروبولوجيه المعروفه المنشوره بعده لغات. طبعا يعني موضوع انثروبولوجيا القانون ياتي في سياق اخر، وهو انفتاح يعني كليه الحقوق اي كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه على حقل يعني الانثروبولوجيا، لان ما هو معروف كما تعلمون يعني هو مثلا مقاربات قانونيه، مقاربات طبعا مؤسساتيه، مقاربات علم السياسه لما هو قانوني لما هو مؤسساتي. ميزه هذه المبادره هو ان الاستاذ حسن رشيق سيتكلم لنا عن يعني القانون وفقا لمنظور انثروبولوجي، وطبعا الدراسات في هذا المجال هي دراسات قليله وشحيحه، لذلك كان هذا هو السبب الذي دعانا لالقاء هذه الندوه، وفي نفس الوقت هي فرصه للتلاقح وفرصه لتلاقي يعني اجيال يعني كبار الباحثين المغاربه كالاستاذ حسن رشيق وغيرهم من الاساتذه الذين سنخصص لهم طبعا محاضرات وندوات في الاطار هذه، وبين الباحثين الشباب في كليتنا العريقه.